الأدوار النمطية هي مشكلة للنساء، يعني نحن مقيدين بأدوار نمطية تقريبا. مع اقتراب الذكرى 11 لانطلاق الثورة السورية، تحيي المرأة السورية في إدلب يوم المرأة العالمي بذكريات مشوبة بآلام النزوح والتهجير القسري والحصار وأيام القهر والظلم والإهمال، تجعل من هذه المعاناة دافعاً لتعيش حاضراً ومستقبلاً، تطالب فيه بمزيد من التقدير والتمكين والانخراط في المجتمع. إن المرأة تقدر تاخذ حقوقها بشكل مساوي للرجل، حقها في التعليم، حقها في اختيار الزوج، حقها في الميراث اللي هي الشرع أعطاها إياها سلفاً، ما لنا من نية عليها. الحمد لله في بعض العادات والتقاليد قدرنا نغيرها بالمجتمع، قدر المجتمع السوري يتجاوزها. للأسف لسه في بعض المجتمعات، بعض البيئات بترفض تعطي هاي الحقوق للمرأة بسبب البيئة. في بيئات يعني عطت المرأة حقها، وفي منهم لساتهم متحجرين، لساتها المرأة يعني ما بصير تطلع، ما بصير تفوت، ما بصير تشتغل، حتى ما بصير تتعلم. في مستوى من الحرية المقبول، خلينا نقول يعني بلشت المرأة تاخذ حريتها بشكل أفضل، بلشت تاخذ دورها بالمجتمع بشكل أفضل من السابق. فوسط محاولات لتغيير الصورة النمطية التي لطالما قولبت بها المرأة بانصرافها لأداء الواجبات المنزلية وتربية أطفالها، أتاحت سنوات الثورة أعمالاً جديدة للسيدة السورية، بدءاً من خروجها في مظاهرات واندماجها في الأعمال الإدارية والقيادية بمختلف المجالات السياسية والحقوقية والإغاثية، وتسلمها مناصب كانت حكراً على الرجال. هلأ أنا برأيي بعد هدول العشر سنين المرأة حصلت على كتير من الحقوق، ويعني وصار دورها كتير واضح بالمجتمع، ويعني عم تمارس حقوقها بشكل كامل وما حدا عم يتجاهل دورها. إلى حد ما بلشت تظهر أدوار نسائية جديدة، بلشت تظهر قيادات أو نساء بمناصب أو بمراكز قيادية، أو كان نساء مؤثرات كناشطات، أخذ يعني بلشوا ياخذوا دورهم بالحياة على مستوى المجتمع المدني أو حتى الحياة السياسية بالمجال السياسي بشكل متواضع فينا نقول، بس فينا نقول هي بدايات وخطوات يعني نعتبرها مبشرة بالخير. دائما بمجتمعنا ممكن تفكر حالها انه هي غير قادرة على انه توازن بين هاي المهمات، دائما هي الادوار الصعبة رح ممكن تكون من حظ الرجل، بس الحمد لله في كثير نماذج عنا في المجتمع قدرت تثبت انه فعلا المرأة هي ممكن تقود وممكن تترك اثر وممكن تترك بصمة كثير حلوة، وبنفس الوقت تكون ام ناجحة بحياتها. وعلى الرغم من تحصيلها جانباً من الحرية، لا تزال المرأة السورية تطالب بالمزيد من الحقوق والدعم الأسري والمجتمعي. نحن عم نطالب دائماً بحقنا كمرأة. كان في حديث من فترة بأحد التدريبات عم نحضرها، أنه هل الإمرأة قادرة أن تقود بالمجال الاقتصادي، قادرة تقود منشأة أو تكون إلى دور اقتصادي؟ فكانت الإجابات كثير أنه هي مجتمعياً محاربة، فهذا الأمر يعني حقق بأن تأخذ دورها بأي مجال هي بتختاره لساته محدود. ممكن رعاية بمجتمعنا لموضوع الأطفال بشكل أفضل، أي مكان تنوجد فيه المرأة يكون فيه حضانة مناسبة للأطفال لما تنحرم من أداء مهماتها الحياتية. أحيانا المرأة بتنحرم من حقها بالدراسة أو من حقها بالعمل، في يكون ما شاء الله عليها معاها شهادة جامعية لكن هي قاعدة بالبيت، زوجها بيقول لي أنت لازم مكانك البيت. تبقى المرأة السورية مثالا يحتذى به وقدوة تنير درب أجيال مقبلة بكفاحها المتواصل وتحملها أعباء ومسؤوليات جديدة ضمن مجتمع مثقل بأوضاع اقتصادية ومعيشية منهكة وغير مستقرة، تستذكر في يومها العالمي أهمية وجودها وقدراتها على تغيير عادات ومعتقدات بالية بإصرار وثبات.